كرة عبر الجانب الأيسر لدى المنتخب العماني، الأمور تهدى بعض الشيء، نقترب من ساعة كاملة من اللعب من زمن إحداث هذا اللقاء. 58 دقيقة، عمان 3 هدفين لليمن. كرة بتلعب، بعد ذلك هنالك نقلات، محاولة حاضرة بالجانب الأيسر لدى المنتخب اليمني، يقدم واحدة من أجمل مبارياته، من أجمل لقاءاته، من أجمل لقطاته التي تقدم في كأس الخليج بالنسبة للمنتخب اليمني. كرات بالكعب، عمر الداحي، خذوا هات، شوف الداحي، شوف الداحي، المطر يتأثر بماء المطر.